ده دمه خفيف سكر. ده قال شوية أتروفات على فخر، لو كنت سمعتها كنت قلت من الضحك. سمعتها، ودمه كان زي السم ويلطش. ده أنا ما كنتش بطيئه. طب كنت بتضحك له ليه يا فخر؟ عشان أجري، عشان نوصل للحظة اللي فيها معانا الفلوس دي. افتح يلا كده الفلوس وخلينا نشم ريحتها الحلوة. على رأيك يا فخر، ده صندوق الفلوس نفسه بينشع عسل. أيوة يا ابني، ما الفلوس تعمل أي حاجة. لا بينشع عسل بجد. بص دوق حتى. لا وكمان ليها صوت، ليها صوت كأنها بتقول لي يلا أبو السيد طلعني يا أبو السيد واصرفني يا معلم. طب ما تفتح يا أبو السيد شوقتنا. يا نهار اسوح، احنا شغلنا خبطنا حد. ايه ده؟ احنا شكلنا خبطنا معزة. هي في معزة تلبس هدوم؟ هي في معزة لونها اخضر اصلا، دي شكلها ضفدعة كبيرة. انا على حسب معلوماتي الكائن الاخضر ده يا اما سحلية يا اما ايليان. ايه الاريال ده؟ اريال ايه ايليان؟ ايوه يعني الاريال ده طير يعني ولا ايه؟ الاليان ده كائن فضائي. كائن فضائي؟ هو احنا في كوكب القرود يا جدعان؟ وبعدين ايه اللي هيجيب كائن فضائي في الطريق الزراعي؟ ايوه يا ريتاش، ممكن ما يبقاش كائن فضائي، ممكن يبقى كائن زراعي. مفيش حاجه اسمها كده. استنى عشان ده بينزف. انت عايز تخوفنا بخبط. استنى بقى يا فخ. طب استنى. اه بينزف اهو. ده بينزف ملوخية. توسع كده، دي مش ملوخية، دي سبانخ ما فيهاش كزبرة. يا جماعة احنا لازم نوقف النزيف ده. استنوا اجيب الجاكيت بتاعي. بقولك ايه يا سيد، الاريال ده لو طلع بجد هنرده على البرد ونبيعه. لا لو طلع كائن فضائي يبقى روح، يبقى لازم نعالجه يا فخر. هنعالجه فين بقى؟ شيء خطير رائع مدهش. بص بص بص، لا فكرة عبقرية يا سيد، بروف. عشان تعرفي بس ان جوزك بيفكر مش مهزق زي ما بتقولي. انا بتريق، انت جايبنا تاني عند الدكتور اللهبل ده؟ بس يا ريتاش ما يصحش، مش قدامه، هو هبل فعلا بس ما قدامناش خير. ممكن توطي صوتكم شوية وتخلونا نشوف الصرصار ده هيقول ايه؟ اتفضل يا عم الصرصار، قول لنا ده ايه؟ انتوا لقيتوه فين ده؟ الواحد شاف كائنات فضائية كتير وقليل، ما شافش النوع النادر ده من ايام اي تي الله يمسيه بالخير. ده كائن فضائي شاب ذكر، سنه يتراوح ما بين 25 سنة ل 95 سنة ضوئية، من فصيلة القشريات. قشريات يعني بيتقشر زي البرتقال؟ برتقال ايه اللي يتقشر؟ قشريات، قشريات دي زي 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 الشرمبز. شرمبز؟ أيوة. ايه شرمبز ده؟ اللي هو الجمبرز. الجمبري بقى شرمبز؟ هو ده الدكتور اللي هيعالجه؟ بشويش يا ريتاش لما نشوف هيقول ايه؟ ولو دقاتي سعادتك في جلده القشرة الخارجية هتلاقيها مهترئة للغاية وتميل الى اللون البامبا، ده دليل على انه كان في موسم التزاوب. حمادة حمادة، ده الجاكيت بتاعي. والله؟ اه. يعني ده مش جلده؟ لا هو الجاكيت بتاعها فعلا، احنا كنا ملبسينه له لان هو كان بينزف ملوخية بكميات رهيبة يا دكتور. سبانخ يا سيد، كان بينزف سبانخ، انا دقتها.